مسلم. حاكم علي. السلام عليكم. يقول لك يا مودي بعض العرب اسكب على صحبته قاد. دقيقة هذا مودي الصغير. يا مودي الصغير. لا دقيقة مدي. اسمع يا مودي ذا الشعر يا مودي يقول لك بعض العرب اسكب على صحبته قاد احرق غلاه ولا يهمك فراقه وبعض العرب مثل طير الباز لما نخيته اهداك روحه وماله تكفى تكفى يا مودي اني طالبك تكفى بدران قاعد يهايط علي اني طالبك تكفى يا اخي اقسم بالله اجين بشربي مرة ثانية عشان يسمع يا لبى قلبك تعال ديسكوردي تعال مودي تقولي شو اسمك؟ امدي عشرة اوكي سوى عشرة اوكي الا امدي وارث والله خسي تعال حبيبي لا تتكلم معي واجد ولا تسولف معي واجد الميدان يا حميدان تدري اول شيء صح مودي ما قلت لك شيء آخر مقطع سجلته معاك إيه؟ تدري متى؟ متى؟ قبل سنة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. قبل ما نبدأ ونتكلم في فكرة اليوم، أول شيء الله يعطيكم ألف عافية على الدعم الجبار، كومنتات إيجابية، لايكات، الله يسعدكم سعادة أبدية. الشيء الثاني، فكرة مقطع اليوم يا جماعة الخير راح تكون مع مودي عشرة. يوه مودي متى آخر مرة صورت معاه؟ قبل سنة ممكن. اليوم نرجع نجدد التحدي هذا، يعني التحديات اللي دائما تكون مع مودي دائما تكون تحديات قوية وحاسمة. اليوم تحدينا راح تشوفونه، بس قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. جو على التحدي. طيب مودي أول شيء راح نبدأ فيه يا مودي تمام اللي هو ما بالباركور. يا الله باركور رابع يسمون أسطورة الباركور في الحارة. ايه من 50 ليفل بس يعني فهمت. دقيقة مودي دقيقة مستواك صدقني ما يسمع. رجعت والله غش. القوم مستوى. دقيقة مودي دقيقة اصبر لي عليك. دقيقة مودي تقفى دقيقة. مو حنا اللي نصبر على الناس. ليش؟ حنا نزمن والله قصي حنا جديد في الماوس كيبورد انا. وش سوي لك؟ من قال لك تحول؟ يا ابو وار ذا المستوى الايزي. دقيقة مودي يا امي تبيني ثواني بوقف تسجيل صدق ثواني. دقيقة مودي لا تروح ها وقف. سمي جديد والله قاعد تمشي يا كذاب وانا مصدق مودي اصبر دقيقة انت وصلت اي مرحلة؟ انا مرحلة عشرة. انت مت عند اي مرحلة؟ عند مرحلة عشرة راح بالريكورد عشان تدري اني صادق وانا ترى ما اكذب عمري ما كذب. ياب ما كذب نسينا سواليف الكذب اللي كنا مسلك له قبل. والله ما عاد شكد. دقيقة وين جيت يا رو ما حكمن انا مرحلة 12 انت كم؟ يا كذاب انا 2000 years later. يا عمي حليتها وش اللعبة الزق ذي؟ اصبر انا اجيك. اصبر البقية سهلة. اتوقع دنك كذا. ايوه. يا عمري الموفمنت اليد اسهل صح؟ باقي سهل خلاص ها بخلص 19. ايوه الحمد لله. انا بمشي ايه عادي الحين تشوف لا يا.
هذه وش وضعها ذي؟ وشو؟ يا رجل امسك بك تمصير. يلا وري وري. بسم الله كان من الجدار. يا عمي ايه مود ايش فيك؟ بنادي الدورس. لا كريستيانو رونالدو. ما عرفت هذه؟ ايه عرفتها ازاي. خلني هيل. ايوه 200 كل يا حبيبي. شيك شيك اوف اذا فزت علي عليك 5000 دولار. يوم ما هذا تطبيق والله ما هذا تطبيق هذا بتطبيق ما حد يثق فيك من ناحية الفلوس. هلا بكرة كلهم عليهم دعم. ألغم شيك شيك القماكس من ذهب والماس. مودي مودي ايش فيك خايف؟ خلاص المهم خلنا نقفل التصوير. الله يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير. لا هنا وصلنا نسلم نهايه المقطع. والله لا اوريك. يا ويلي بيحقد علي مود. طبعا انا مستغل يا عيال ضعف مودي لان هو صاحي والله. خذ اقول لك خذ الخلطه هذه. يا سلام يا سلام. القم يا مودي 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 ثلاثة ثلاثة بيبي. والأمجاد ثلاثة ثلاثة بيني أنا ومودي. يا سلام مودي مودي الصغير. الله بالماي المكير يلقم. واو بوكس بوكس كامل. الله يعطيكم الف عافيه جماعه خير كملتي. الله حرام اللي ما عارف. انا متفق مع عزوز امس اخوك اقول له كلمني اذا تو صاحي. ايش فيك؟ شوف حالك متعلم انا اعرف. أربعة أربعة عاد عاد أربعة 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 هرج هرج أربعة 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 لعب 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 ل
العب ولا اسمع لك حس يا غيره، العب ولا اسمع لك حس يا رجال. مستواك كيف يجب ولا العب في مينكرافت؟ يا مودي انزل انزل يا مودي انزل انزل يا مودي انزل يا مودي انزل يا مودي هنا ميوار فوز من ستة والله قلنا فوز من ستة. لا والله لا والله لا والله فوز من ستة ميوار. لو انك رجال تعال يرحم امك، لو انك رجال خلاص انتهى الجيم يا جماعة الخير. لا تنسون اللايك طبعا. والله ما انتهى طبعا، في مقطع جاي تبغون يلعب ضد مودي باذن الله، فاشوفكم امان الله.